وحول حرب التسريبات بين شركاء العملية السياسية وتداعياتها ينضم إلينا في الاستوديو رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، حياك الله. أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا بكم. حياك الله. ومن بغداد عبر الهاتف الكاتب والباحث في مركز أبابيل مسار عبد المحسن راضي، أهلا ومرحبا بك أستاذ مسار. اهلا وسهلا بحضرتكم، تحياتي لك ولضيوفك الكرام ولمشاهديكم. حياك الله استاذ مسار. ابدا معك استاذ مصطفى، هل باتت التسريبات والتسريبات المضاده ما بين الطرفين المتصارعين في العمليه السياسيه في بغداد هي احدى ادوات الحرب المستعره بينهم في صراعهم على المناصب والكراسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجميع يعلم أن هؤلاء الذين يشتركون أو اشتركوا في السلطة عبر مراحلها منذ غزو العراق في العام 2003 جميعهم يعني لا يستطيعون أن يقدموا للمواطن العراقي أي منجزات، لذلك هم قائمون على الأزمات، يتوالدون هذه الأزمات ويتناسلونها بشكل دائم. وهذه الحرب المستعرة بينهم تكشف عن مدى وطبيعة الصراع أو العلاقة بينهما. هي علاقة تصارعية وعلاقة ليست علاقة التنافس السياسي المشروع، وإنما علاقة الصراع وعلاقة التسقيط. وهي من جهة أخرى تفصح عن المستوى المتدني اللا أخلاقي الذي تتعامل به هذه ما يسمى بالطبقة السياسية، لأن هؤلاء جميعا ليسوا سياسيين بالمعنى الحقيقي للسياسي الملتزم بقضايا وطنه، وإنما هؤلاء جاءوا بمباركة الاحتلال، بصنع الاحتلال، من خلال الصدفة التي ساقتهم عبر احتلال العراق، وجاءوا ليمثلوا عصاباتهم أكثر مما يمثلوا شعب العراق. أصلا هم لا يمثلون شعب العراق، هم يمثلون هذه العصابات التي ينتمون إليها، ويمثلون في أقصى أحوال الطوائف التي أو الأعراق التي ينتمون إليها. لذلك هذه الحرب، حرب التسريبات والتسريبات المتقابلة، أمر متوقع في بيئة متدنية ومتناحرة إلى هذا إلى هذه الدرجة، ولا نتوقع منهم أن يقدموا منجزا إيجابيا لشعب العراق. نعم أستاذ مسار، ما الذي يريد إيصاله مسربو هذه التسريبات أو ما الذي يدفعهم لتسريبها من شركاء العملية السياسية؟ في البداية فقط اسمح لي أن أنوه بأني لست على أي علاقة مع مركز أبابيل المحترم. أنا لست عضوا في هذا المركز بعد الآن، فقط أحب أن أنوه إلى هذه النقطة. وأيضا أحب أن أمهد غير مهم، واسمح لي أن أمهد جوابي بذكر بعض المعلومات التي توافرت لي منذ سنوات عن طبيعة دعنا نقول شبكات الاتصال الموجودة في البلاد. في إحدى اللقاءات التي جمعتني مع شخص أو دعنا نقول شخصية، كي لا أذكر هنا إن كانت هذه الشخصية رجلا أم امرأة، وهو مدير تنفيذي في إحدى شركات الاتصال هذه، بلغني بأن شبكات الاتصال العراقية عموما لا يمكن بما معنى أن تكون أمينة في حال إن كانت هنالك رغبة لأشخاص أو رغبة لجهات ربما تمتلك تقنيات تكنولوجية معينة بأن تمنع مسألة التنصل، وحتى ربما تستطيع أن تراقب اتصالات معينة. اثنين، وهذا أيضا المهم، لا ننسى أن أغلب شركات الهاتف النقال في العراق هناك كثير بسياسيين يمتلكون حصصا ضخمة فيها، وهناك شركة على وجه التحديد هي حتى لا تدفع مخصصاتها مباشرة لخزينة الدولة العراقية، وإنما تقوم بإيداع المبالغ سواء كانت تلك حصص لمسؤولين أم غيرهم في حسابات بحسب المصدر بين أنها تودع في حسابات مصرفية في بيروت على وجه التحديد. بعد هذه المقدمة
هنا أحب أن أبين مسألة. أنا أعتقد أننا يجب أن لا نصف التسريبات الحالية بأنها تسريبات وتسريبات مضادة. أنا أعتقد أن التسريبات الأخيرة والتي هي جاءت لاحقة على التسريب دعنا نقول التسريب الأهم وهي التسريبات للسيد نور المالكي، أعتقد أنها جاءت لتنسينا ما موجود في تسريبات السيد نور المالكي، وهي ربما تسريبات أخطر لأنها تبين أن السيد نور المالكي مستعد أن يمضي إلى آخر الشوط بحسب قناعاته في تدمير البلاد، في ربما حتى إيقاع مزيد من الظلم على مجموعة دون الأخرى. أما بالنسبة لهذه التسريبات التي حاقت بالتيار الصدري، ربما أنا هنا يجب أن أنوه إلى مسألة مهمة جدا. نحن لا نتعامل مع طبقة سياسية ملائكية، يعني ربما هنا يجب أن نتذكر تشرشل وصديقه عندما ذهبا ليزورا قبر صديق لهما. تشرشل استغرب من شيء موجود على شاهد القبر، فقال لصديقه: ألا تخبرني ماذا كتب على شاهدة ذلك القبر؟ فصديقه أجابه: ماذا بك يا تشرشل، هنا موجود أن السياسي الشريف فلان ابن فلان يرقد في هذه المقبرة. فابتسم تشرشل وقال له: هذه أول مرة أرى اثنين في قبر واحد. بما معنى يجب أن نعترف أن من يمارس العمل السياسي ربما لديه فهم معين وتفاصيل معينة لا نستطيع أن نحكم عليه إلا من خلال الخدمات التي يقدمها. أما إذا أردنا ملاكا فربما علينا أن ندعو أن نصلي فقط لكي نطلب هكذا شخصيات. نعم أنتقل إليك أستاذ مصطفى. هل يعني هذا الكم من التسريبات التي تتوالى على الأسماء كل فترة زمنية قصيرة جدا وتواليها أن الأجهزة الأمنية الحكومية مخترقة بالكامل؟ شوفوا، أن الأجهزة الأمنية العراقية أو في العراق مخترقة بالكامل هذه حقيقة لا يمكن نكرانها. أولا، من أسس هذه الأجهزة الأمنية ومن أسس منظومات الاتصالات فيها ومن أسس حركة أو من يشرف على حركتها هو المحتل، سواء المحتل الأمريكي أو المحتل الإيراني. هذا من جهة. العراق كله مخترق، ليس فقط الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية مخترقة، والأجهزة السياسية والأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية، بل وحتى الأجهزة الخدمية هي متوزعة الولاءات كما يعلم الجميع. لكن هذه التسريبات تكشف شيء آخر، وهو تكشف عن حقيقة أخرى، وهي أن ليست الأجهزة الأمنية مخترقة فحسب، وإنما هي متوزعة الولاءات على من يشغلها، يعني ليست فقط على الجانب الولاء الوظيفي. هناك ولاءات للآمر المباشر خاصة، هناك ولاءات للمنظومة السياسية التي جاءت بهذه الكتلة السياسية التي جاءت بهذا المدير أو هذا الضابط في الجهاز الأمني. هذه أيضا متوزعة الولاءات على الانتماء الديني والعقائدي والحزبي كما قلنا السياسي إلى آخره. ليس للانتماء الوطني حصة في هذه الأجهزة. الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية في كل البلدان هي حصة الوطن وليس حصة الأحزاب. حتى في الأحزاب في الدول التي لها يعني طبيعة ديمقراطية وفيها تعددية سياسية وإلى آخره، لا تتوزع ولاءات الأجهزة الأمنية والأجهزة والقوات العسكرية على ولاءات صغيرة أو فرعية أو تفتيتية، وإنما هي ولاءها للوطن بشكل عام. هذه الأجهزة التي شكلها المحتل الأمريكي في العراق من حصيلة الميليشيات التي كانت تقاتل مع أعداء العراق ضد العراق، أصبحت الآن هي قوام الأجهزة الأمنية وقوام الأجهزة العسكرية. ويتذكر المواطن العراقي أن رئيس لجنة دمج الميليشيات في الأجهزة الأمنية والعسكرية هو كان وزير الداخلية في حكومة أو في سلطة إبراهيم الجعفري باقر صولاغ.
يتذكر الجميع كيف كانت تجري عمليات دمج هذه الميليشيات وتؤسس منها الأجهزة الأمنية والعسكرية، ثم نقلت والقوات العسكرية عفوا، ثم نقلت الأجهزة الأمنية التي كانت أو المنظومات الأمن والاستخبارات التي كانت موجودة طبعا بشكلها المتخلف والطائفي والحاقد على العراق وعلى شعب العراق، التي كانت موجودة لدى الميليشيات المعنية مثل حزب الله أو مثل منظمة العمل الإسلامي أو منظمة أو بدر، ميليشيات بدر أو إلى آخره. كيف نقلت هذه المنظومات إلى الأجهزة الأمنية فأصبحت وزارة الداخلية من حصة ميليشيا بدر، وأصبح جهاز الأمن الوطني من حصة الميليشيا الفلانية، وأصبح جهاز المخابرات من حصة الميليشيا الفلانية، وهكذا توزعت هذه الأجهزة الأمنية على الميليشيات ليكون ولاءها ليس للوطن، وبالتالي فهي ليست مخترقة، هي تؤدي واجبات في التجسس على العراق وعلى العراقيين. هناك قضية بالغة الأهمية، أن يكون هناك اختراق بمعنى أن هناك حالة قسرية في ضد هذه الأجهزة، تحاول أن تتنصت عليها، تحاول أن تسجل بعض اتصالاتها أو مكالماتها أو تتجسس على أجهزة الكمبيوتر لديها، لكن هذه الأجهزة هي ولاءها للخارج، هي ولاءها لمنظومات خارج الحدود، وبالتالي وفي داخل الحدود، وبالتالي فهي أصلا ليست ذات ولاء للوطن. الوطن هو آخر ما يمكن أن يفكر به ضباط هذه الأجهزة، ولا أعني الضابط المحدود الفرد البسيط ولكن أقصد المنظومة السياسية التي تتحكم، أو المنظومة الاستراتيجية التي تتحكم بكل هذه الأجهزة، تتجسس على نفسها لمصلحة دول الخارج، تتجسس على العراقيين لمصلحة دول الخارج، وتتجسس على دولة العراق إذا كانت هناك دولة لمصلحة الخارج، وتتجسس على بعضها لمصلحة أيضاً تأكيدا لكلامك ما قاله وزير الداخلية أنه لا يستطيع من تحريك آمر أو كتيبة عسكرية إلا بأمر الآمر، وهو وزير لداخلية العراق. وهناك دليل آخر، دعني أقول لك أن وزير داخلية النظام في إحدى السنوات السابقة، أظن في العام 2017 أو 18، توجه، كان اسمه محمد الغبان وهو من ميليشيا بدر بالمناسبة، توجه إلى جرف الصخر ليدخل إلى منطقة جرف الصخر، فمنع من دخولها بأمر ميليشيات حزب الله المسيطرة على هذا المكان. وتعرف أن التصريح الذي أدلى به أياد علاوي أننا لا نستطيع، أن هادي العامري وأبو مهدي المهندس ذهبا إلى للتوسط لحل مشكلة جرف الصخر، ذهبا إلى إيران للتوسط ولم يستطيع حلها، وأبلغ أن حل هذه القضية لدى حزب الله في لبنان. أستاذ سار، هل قدمت التسريبات شيء جديد فيما يتعلق الفساد الذي تتمتع به هذه القوى وجرائمها وانتهاكاتها فيما يخص العراق في فترة زمنية تجاوزت أو اقتربت من عقدين من الزمن؟ من المؤكد أن التسريبات الصوتية العراقي من المؤكد أنها خلقت انطباعا عاما ان النخبه السياسيه الموجوده، خاصه تلك التي جاءت بعد الاحتلال الامريكي للعراق بعد 2003، النخبه لا يمكن اصلاحها، لا يمكن الاعتماد عليها، لا يمكن ان نتصور ان هنالك امكانيه لكي تصلح نفسها بنفسها، ولكن في نفس الوقت هي كشفت ان هذا المجتمع هو مجتمع متعب، فقد كثيرا من طاقته ومن قدرته على الإيمان بنفسه أنه يستطيع أن يقوم بتغيير. هو ربما الآن لديه ألف علامة تعجب، لماذا السلطات القضائية بغض النظر عن رأينا بها لا تقوم بأي شيء؟ لماذا المجتمع الأقليمي والدولي ربما لا يمارس بعض الضغوط على هذه النخبة التي بات فسادها معروفا للقاصي والداني؟ إذن هنا نحن نتأكد ربما كأفراد مصطفى وحتى كأشخاص واعين ومراقبين للمشهد العراقي بأن هنالك شيئا يشبه الاتفاق بين جميع الأجندات، من الأجندات المحلية للفاسدين إلى الأجندات الدولية. ربما هي ترى أن بقاء العراق بالوضع الحالي هو يخدم الجميع،
نتيجة دعنا نقول عدم الاستقرار الموجود في المنطقة، المرحلة الانتقالية التي تود أن تصل إليها الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة المنطقة. ولكن أنا أجد أن أكبر أثر للتسريبات هو ربما سيكشف عن نفسه فيما بعد، حتى أن حصلت هنالك انتخابات مبكرة أو لم تحصل، أنه لم يكون هنالك قبول شعبي بالعملية السياسية وفق الأشخاص القائمين على إدارتها حاليا. وأنا أعتقد أن هذا سينتج كثيرا من المشاكل في المستقبل، على الأقل بالنسبة لهذه النخبة التي هو هذا محور بها. سؤالي القادم أستاذ مصطفى، إذا ما تصاعد الصراع بين القوى في المرحلة المقبلة، هل يمكن أن تصل إلى الرأي العراقي العام مزيد من التسريبات تكون في محتواها صادمة إلى الشعب؟ يعني شوف، هو أولا يجب أن نفهم أو نسأل أنفسنا، هل الذي يجري أو العلاقة بين مكونات هذه العملية السياسية الاحتلالية هل هو تنافس أم صراع؟ التنافس بين القوى السياسية في كل مكان في التجارب التعددية أمر طبيعي ومعتاد جدا، ولكن الذي يحصل هو عملية صراع حقيقي بين كل هذه القوى، صراع على المصالح، حتى ليست الفئوية وليست الطائفية أو العرقية أو السياسية، وإنما أحيانا يصل الصراع إلى حد المصالح الشخصية بين هذه الأقطاب، لأنها يعني ذاقت حلاوة السلطة وكل طرف منها لديه عداء أصبح شخصيا وأسباب للصراع الشخصي مع الأطراف المتعددة المقابلة له. فبالتالي عملية الصراع هذه تستنزف البلد وتستنزف موارده وتستنزف أمنه واستقراره، وبالتأكيد تؤثر على الطبيعة، على حياته الاقتصادية أيضا وعلى حياة الشعب. هذا أولا. الذي يتوقع من طبيعة الصراع والعلاقة بين هذه العلاقة التصارعية بين هذه المكونات كما يقال، أننا نجد المزيد من هذه التسريبات. لكن أنت سؤالك هل ستكون صادمة أم لا؟ أنا أعتقد أن العراقيين بلغوا مرحلة من الوعي، يتوقعون أسوأ التسريبات أو لم يعد الأمر يصدمهم بشيء. كل ما هنالك سيقدم لهم مزيد للعراقيين، هذه التسريبات التي حصلت والتي ستحصل ستقدم لهم مزيد من الأدلة على فساد هذه الطغمة الحاكمة بكل مسمياتها وبكل انتماءاتها الطائفية منها أو العرقية أو السياسية، وعلى إجرامها وعلى قتلها وعلى سرقتها وعلى رغبتها في تدمير بنى المجتمع وتخريب النسيج الاجتماعي له، وعلى تصارعها وتطاحنها فيما بينها على الدناءات من الأمور وليس على مصالح العراقيين، لأن مصالح العراقيين والتطبيق العملي لما يخدمهم والإجراءات والبرامج الحكومية لمصلحة البلد ليست في وارد هؤلاء جميعا بكل مسمياتهم، سنة الاحتلال أو شيعة الاحتلال أو أكراد الاحتلال أو غيرهم من المسميات. وبالتالي هي التسريبات ستزيد من قناعة العراقيين بأن هذه الطغمة مجرمة فاسدة قاتلة سارقة مزورة. لن يكون هناك شيء صادم، لأن تجربة 19 سنة ونصف التي مر بها العراقيون رأوا من هؤلاء جميعا رأوا الأهوال. فأنا لا أعتقد أن سيحصل ما هو صادم، ولكن بالتأكيد سيكون. هل تتوقع أن هذه الكتل السياسية أو القوى التي سفكت دماء بعضها البعض وقامت بفضح بعضها البعض أن تعود مرة أخرى إلى بيتها الطائفي؟ أستاذ مسار، هل أنت معي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مسار عبد المحسن راضي، الكاتب والباحث السياسي. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في بانوراما الرافدين. وأسأل نفس السؤال إليك أستاذ مصطفى، يعني هل من المعتقد أو هل من المعقول أن من تصارع بهذه الطريقة وسفك دم بعضه البعض أن يعود مرة أخرى إلى بيته الطائفي؟ أنا أتكلم هنا
عن البيت الشيعي الذي يتكلمون عنه؟ بصرف النظر عن تسميات إن كان بيتا شيعيا أو كان يسمى بيتا بشكل آخر، التخندق في العراق منذ عام 2003 تخندق طائفي وعرقي. هناك مكونات كما يريدون أن يقسموا العراقيين إلى طوائف وأعراق، وبالتالي لا أحد يتحدث عن مصلحة العراق كوطن والعراق كدولة والعراقيين كشعب واحد. فبالتالي عملية التخندق التي رتبت، أو العوامل الخارجية التي رتبت وليس الداخلية، العوامل الخارجية التي رتبت التخندق هذا الطائفي والعرقي مستمرة وقائمة حتى الآن مهما كانت طبيعة الصراعات بين أطرافها. هناك صراعات كانت حدثت بين أطراف البيت الكردي كما يسمى في سنوات سابقة، ثم أعيد تكوين، أعيدت لحمة البيت الكردي بشكل أو بآخر، وحصل هذا بين المكون بين أطراف كما يسمى المكون السني، ويحصل دائما بين أطراف المكون الشيعي الذي يسمونه البيت الشيعي. هذا البيت بالمناسبة الذي أسسه أحمد الشلبي، يعني أبو رغال العصر الحديث. فبالتالي عملية التخندق الطائفي هي ليست عملية بقرار من هذه المكونات الداخلية ضمن هذا البيت الطائفي، وإنما هو قرار خارجي. القرار الخارجي الذي ساق المكونات على أو هذه التنظيمات والتشكيلات والشخصيات والميليشيات والأحزاب كما تسمى، وهي ليست أحزاب بالمعنى المعروف للأحزاب، التي ساقها إلى التخندق في سنوات سابقة سيسوقها إلى التخندق من جديد في السنوات اللاحقة. وكما أعتقد أن هناك دائما من يستطيع أن يضبط حركة الميليشيات والأحزاب الطائفية المرتبطة بإيران دائما، وإن كان هناك نوع من تغير السياسات بعد مصرع قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري عام 2020. هذا الذي يحصل الآن هو لا نتصور أن إيران غيرت من سياستها بمعنى عدم التدخل الكامل في الشأن العراقي، أو أنها غير قادرة على ضبطهم. هي قادرة على ضبطهم، ولكنها تدير عملا استخباريا بطريقة استراتيجية أخرى. هي لا تتدخل في تفاصيل العمل اليومي بين هذه الميليشيات، ولكنها تضبط دائما حركتهم بما يمنع وصولها إلى المستوى الذي لا يمكن الرجوع عنه. هذا حصل في سنوات سابقة، كان هناك تصادم بين الميليشيات في 2004، في 2007، في 2014 17 إلى آخره. الآن أيضا حصل هذه في السنوات السابقة، حصل صراع دموي، والآن يحصل صراع دموي، ولكنه صراع مضبوط النهايات، لا يمكن أن يتحول إلى حرب شاملة، ولا يمكن أن يتحول إلى قطيعة شاملة. وبالتالي يمكن للضابط الإيراني، لا أقصد الضابط الذي يحمل نجمة، وإنما المنظومة التي تضبط الشأن الميليشياوي، من يدير الميليشيات يستطيع أن يضبط الأمور في صراعه النهائي ويجمعها في بيت طائفي مجددا. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا في استوديو بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا. شكرا لك ولمشاهديك الكرام، حياك الله.